أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اللغة والأدب للصف السادس. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بمراجعة مادة الاختبار النهائي لوحدة فن القصة والوحدة بعنوان جولة في المخيلة للسنة الأولى لطلاب اللغة والأدب. يبدأ كل منا في شيء ما، هناك ما يوصل أفكاره بالرسم، وآخر من خلال كتابة الشعر، وفي الجانب الآخر من يبدع من خلال كتابة القصص ذات المعنى والأفكار القيمة. فن القصة فن محبب من الكبير قبل الصغير، يتناول عناصر تتشكل من خلالها الأحداث، كما يوصل من خلاله الكاتب أفكاره ومشاعره وعواطفه بأرقى الأساليب الإبداعية، ومن هذه القصص التي سوف نتطرق إليها في مراجعتنا قصة الأدب الأسد والأرنب وقصة مصاعب الحياة، وسأستعرض في السطور الآتية أوجه التشابه والاختلاف بين العملين. دائما عزيزي الطالب عند تحليل أي قصة أدبية نبدأ بتحليل العنوان، حيث يعد العنوان أول ما يقابل القارئ ويواجهه ويشد انتباهه، إذن هو العتبة الأساسية لدراسة القصة. فعنوان قصة الأسد والأرنب كان جملة اسمية ودل على خبر قد ظهر في أحداث القصة، وهو أن الذكاء يغلب القوة، كما كان عنوان قصة مصاعب الحياة أيضا جملة اسمية دل على خبر قد ظهر أيضا في أحداث القصة، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتكيف مع مشاكل ومصاعب الحياة، وقد كان العنوانان مباشران وواضحان للقارئ. إذا عزيزي الطالب هناك عنوان مباشر، هناك عنوان غير مباشر، والقصص الموجودة في كتيب اللغة والأدب كقصة الأسد والأرنب وقصة مصاعب الحياة كلاهما عنوانهما مباشر. وأيضا عزيزي الطالب عند تحليل أي قصة أدبية يجب علينا أن نحلل المكان والزمان، فهي من عناصر القصة. يعتبر كل من الزمان والمكان هما الإطاران اللذان يحددان القصة، حيث كان زمان قصة الأسد والأرنب غير محدد لأن الذكاء ليس له وقت محدد، وفي المقابل في قصة مصاعب الحياة لم يكن الوقت محددا أيضا لأن المشاكل تحدث في أي وقت، بينما المكان قد اختلفت القصتان فيه. ففي قصة الأسد والأرنب كان المكان في الغابة لأنها مكان تجمع الحيوانات، أما قصة مصاعب الحياة كان مكانها في المطبخ لأن الأب كان طباخا. وبعد ذلك عزيزي الطالب نبدأ بتحليل الشخصيات لكل قصة. ففي قصة الأسد والأرنب كانت الشخصيات هما الأسد والأرنب. الأسد يجسد ويشخص الشخص القوي لكنه متسرع، أما الأرنب يجسد ويشخص الشخص الذكي. أما في قصة مصاعب الحياة فقد كانت الشخصيات هي الأب والابنة، الأب يجسد ويشخص الشخص الحكيم، أما الابنة تجسد فئة من المجتمع وهو فئة الضعفاء والغير قادرين على مواجهة المشاكل. ثم ننتقل في تحليل القصة إلى التقنيات والأساليب التي استخدمها الكاتب كالسرد والحوار والوصف وأساليب إنشائية كأسلوب الاستفهام والتمني وغيرها من الأساليب وتأثير هذه التقنيات على القارئ. وأيضا نتطرق إلى تحليل الأساليب الإنشائية الواردة في القصتين كأسلوب الاستفهام، أسلوب النداء، أسلوب التعجب، أسلوب التمني، أسلوب الأمر وغيرها من الأساليب التي لابد لنا أن نتطرق إليها في مراجعتنا للاختبار النهائي. ثم ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى تحليل العقدة والحل في القصتين، فلا بد لنا من بيان العقدة في قصة الأسد والأرنب مثلا وقصة مصاعب الحياة وقصيدة الثعلب والديك وغيرها من القصص التي تعرضنا إليها في هذه الوحدة والحل لهذه القصص. أما في الفقرة الأخيرة لابد لك أن تبين رأيك بالعمل مع الربط بعبارة البحث، المفاضلة بين القصتين وبيان سبب المفاضلة واختيار قصة على القصة الأخرى.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من وصف مراجعة الاختبار النهائي. شاكرة لكم حسن استماعكم طلابي وأعزائي وأحبائي. إلى اللقاء، وأتمنى لكم المزيد من النجاح.